In the end, we all become stories. في نهاية المطاف كنا حنكون قصص ذكريات وأحداث مرت بلمح البصر. هسه بالنسبة لهذا الملف ملف العملي مع الباثو امتحان الباثو حأشرح تقريبا آخر 20 سلايد تقريبا اللي هي راح أشرح السكين والمسكولوسكيليتال. ليش؟ لأنه الريسبيراتوري واضحات وكلها يعني هي نفس يعني نفس النظري. فبما أنه السكين والمسكولوسكيليتال شوية مادة جافة فحأشرح. فنبدي أول شيء نبدي بأول صورة. هاي الصورة اللي هي شنية، لازم الصورة تحفظوها، يعني تعرفون إنه هاي الصورة شنو التشخيص مالتها. هاي الصورة هي عبارة عن سيبوريك كيراتوسيس في السكين ليجن، اسمه سيبوريك كيراتوسيس. شنو هذا السيبوريك كيراتوسيس؟ ايش داعي اشوف هنا انا ايش اشوف؟ ذيزن هو عبارة عن تيومر نيوبلازم كومبوزد اوف شيت اوف سمول سيلز ذات موست ريزمبل مونوتونس بيزل سيل اوف نورمال ابيديرمز. الابيديرمز اللي هو هذا، هاي طبقة الابيديرمز، هاي الطبقة اللي هي طبقة الإبيديرمز. البيسال لاير مالتها، البيسال لاير اللي هي هاي البيسال لاير يصير بيها تيومر. فإذا تشوفون كل الإبيديرمز صار عبارة عن نفس البيسال لاير، يعني عبارة عن تيومر يتكون من سمول سيلز، وهاي الموست سمول سيلز اللي هي جاية من البيسال لاير شنو انتشرت بكل الإبيديرمز، بحيث هذا الإبيديرمز كله صار عبارة عن السمول سيلز مال البيسال لاير مال الإبيديرمز. زين، فا وش أشوف؟ وأني أصلاً نورمالي بالسكين بالبيسال لاير أكو ميلانوسايت، يعني خلايا تفرز ميلانين. فمن صار تيومر بالبيسال سيل بالبيسال لاير مال السكين وانتشر، وشفنا إنه كل هذا الإبيديرمز، كل الإبيديرم صار هاي الطبقة كلها صارت تشبه البيسال لاير نورمالي. ف حتى الميلانوسايت بدت تنتج ميلانين أكثر. ف variable ميلانين pigmentation is present within these basal cells accounting for the brown coloration seen clinically. هاي من نشوفها clinically يعني بالواقع، من نشوفها على السكين نشوف لونها brown يعني جوزي تقريبا. ليش؟ بسبب الميلانين. إذن هسه هو هذا عبارة عن تيومر، وهذا التيومر جاي من سمول سيلز موجوده بالبيسال لاير انتشرت على كل طبقه الابيديرمز وعطتني هذا الشكل وياها ميلانين. واكو هايبر كيراتوسيس اوكورز، لذلك ليش اسمها سيبور كيراتوسيس، يعني اكو كيراتين. اكو هايبر كيراتوسيس اوكورز ات ذا سيرفيس ان ذا بريزنس اوف ا سمول كيراتين فيلد سيست هورن سيست ان داون جروث اوف كيراتين انتو ذا مين تيومر ماس سودو هورن سيست. هذني السيست هاي كلش مميزة، يعني بس تشوفون ذن السيستات راح تشوفون انه هي سيبوريك كيراتوسيس. ذن السيست هذا عبارة عن سيست شبي بكيراتين، من هذا اجت الكيراتين اللي هي هاي المادة المتقرنة البروتين الكيراتين اللي هي فد ديد تيشيو لاير، ديد كيراتين متقرنة يعني. فهذن السيستات، السيست هي عبارة عن كيراتين، شو اسميها؟ هون سيست، هون سيست. زين، وفي بعض الأحيان أكو سودو هورن سيست. السودو هورن سيست هي مجرد داون جروث، داون جروث of the كيراتين into the main tumor mass. داون جروث يعني إحنا أصلاً نورمال الكيراتين بالسيرفس، فهذا الكيراتين اللي بالسيرفس ينزل جوه يسوي لك سودو هورن سيست. إذن هورن سيست وسودو هورن سيست. إذن هذه السيبوريك كيراتوسيس باختصار، اكو تيومر صار بالبيسال لاير، بدا من البيسال سيلز مال السكين، البيسال لاير مال السكين بها هاي السيلز يعني انتشرت واخترقت بكل الابيديرمز وانتشرت وياها ميلانين واكو كيراتين، وهذا الكيراتين موجود بهون سيست اللي هي فد سيست حقيقي. اما السودو الكاذب فهو مجرد كيراتين نزل من الطبقه السيرفس، من السيرفس لاير. هذا السيست يعني الديستينغويشنج فيتشر هي السيست. زين، هذا السيبوريك كيراتوسيس. زين السبيشيس ادينوما، السبيشيس ادينوما شنو يعني؟ هي ادينوما، السبيشيس ادينوما شنو؟ السبيشيس هي فد تيومر اوف سبيشيس جلاند، يعني
السبيشيس جلاند هي الغدد الدهنية الموجودة بالسكن، غدد دهنية تفرز دهن. فأدينوما هو تيومر صار بالسبيشيس جلاند. هاي السبيشيس أدينوما هي أصلاً من تجي؟ تجي من شنو؟ من إنه أكو عندنا فد جين اسمه DNA mismatch، زين mismatch repair جين. هذا DNA mismatch repair زين بروتين mismatch جين أو mismatch بروتين DNA mismatch repair جين أو بروتين. هذا DNA mismatch repair يعني بس يصير خلل بالDNA هو يصححه. فبس بالسبيشيس أدينوما شنو صار؟ فقدان بهذا DNA mismatch repair جين أو بروتين، أكو خلل ب، فما موجود هذا mismatch repair. فبعد ما DNA ما يتصلح يصير خلل، ما يتصلح DNA فصير تيومر. فانت شو احنا شلون نكشف عن السبيشيس أدينوما؟ نسوي immunohistochemistry، نسوي له immunohistochemistry. immunohistochemistry يعني شنو؟ نجيب انتيجين نصنع على هذا DNA mismatch repair. زين اذا كان موجود فراح يطلع لون براون كلر، اذا كان موجود فيطلع براون كلر، اذا ما موجود يطلع غير لون، ما يطلع براون كلر. فالimmunohistochemistry reveal loss of nuclear expression of the DNA mismatch repair protein but retention in normal epiderms and lymphocytes indicated probable association with Muir-Torre syndrome. من سوين هذا الimmunohistochemistry antigen antibody reaction شفنا انه هذا الازرق، هذا الازرق شنو اللي هو مو براون مو لون جوزي، شنو ما موجود بي، يعني هاي المنطقة شبيها صار ما موجود هذا الـ DNA mismatch repair protein بهاي المنطقة الزرقة، يعني شنو انفقد. فهي هاي المنطقة مال الأدينوما، هاي المنطقة هي اللي صارت بيها السبيشيس أدينوما. إذن هاي المنطقة الزرقة اللي هي الإميونوهستوكيمستري قال لنا إنه هو لوس، ماكو ما موجود لأنه ما طلع لون براون، ما طلع جوزي، يعني ما موجود هذا الـ DNA mismatch repair protein or gene اللي هي منطقة السبيشيس أدينوما. فتأكدنا أنه هو أكو سبيشيس أدينوما، بينما هذا الباقي شوف هذا اللون الجوزي هنا هنا موجود، هو انفقد بس بالسبيشيس جلاند، هنا انفقد فقط، هناك بالبقية لون جوزي إذا تلاحظوه هنا هنا فموجود، معناته هو شنو انفقد بس بالسبيشيس جلاند، صارت سبيشيس أدينوما. إذن حسب الإميونوهستوكيمستري راح نلقي أنه المنطقة الزرقة هي بيها loss of DNA mismatch repair protein but retention بالبقية، بق موجود بالبقية بالnormal epiderms موجود لأن إجا brown color باللمفوسايت. وهذا السبيشيس أدينوما تجي ويا فت سندروم Muir-Torre سندروم، وهو أنه راح يصير عادة عندهم كارسينوما internal cancer بالحقيقة، يعني إذا لقيت سبيشيس أدينوما أخاف أنه أكو عنده internal داخله بالانتستين مثلا بالكولون، بالكولون أكثر شيء يصير عندهم كانسر يسموه. إذا طلع عنده سبيشيس أدينوما وأكو عنده internal malignancy يعني بالإنتستين بالكولون بالتحديد malignancy يسموه Muir-Torre syndrome، هاي سبيشيس أدينوما. إذن هذا هو الإميونوهستوكيمستري، إذا أجت هاي الصورة تعرفوها هي سبيشيس أدينوما. زين مايكروسكوبيكلي جاي يشوفاني هي سبيشيس جلاند، هي غدد دهنية، الدهن يعني فات، الفات شي يبين عادة بالستينينج أبيض. فهذني هذا زين هذا اللون الأبيض هو كلش كاركترستيك إلي، كاركترستيكس إنه تعرفوه فات فهو سبيشيس أدينوما. لوبيولار بروليفريشن أوف سيبوسايت، يعني سيبوسايت هي الخلايا اللي تكون السبيشيس جلاند، أكو بروليفريشن بيها with peripheral basaloid cells and more mature sebocyte in the central. Vacuolated cytoplasm is characteristic of mature sebocyst. هاي السيبوسيست الخلايا، خلينا نغير اللون شوي ما واضح صراحة. هاي السيبوسيست شنو لونه؟ هاي البيضة اللي تكون بيها مثل الفاكيول، هاي هي الخلايا اللي تكون الأدينوما، السبيشيس أدينوما. إذن هاي الفايكوليتد سايتوبلازم كاركترستيك أوف ماتشور سيبوسيست، اللي هي الخلية سيبوسيست هي الخلية اللي تكون الجلاند السبيشيس جلاند، أكو بروليفريشن بيها ماتشور سيبوسيست
وفاكوليتد السيتوبلازم بهذا الفاكيول الابيض اللي هي الفات. فكلش واضح اذا سبيشز ادينوما دي ان اي مسماش بير جين او بروتين بفقدان بالاميونو هيستوكيمستري عرفنا انه ما موجود بالسبيشز جلاند بس موجود بالبقيه. ليش؟ لان اكو براون كلر بالبقيه وممكن يكون يجي على شكل ميورتوري سندروم وهذا هو البروليفريشن. خلص هذا السلايد. هسه سلايدي نجي لهذا السلايد اللي هي هاي الصوره وهاي الصوره وهاي الصوره سوى ذولا. هذا هو اكتينيك كيراتوسيس. شنو هاي الاكتينيك كيراتوسيس؟ شو تبين هاي الايد كلينيكلي من نشوفه هيك مثل القشور. شلون القشور شلون القزاز يسموه اكتينيك كيراتوسيس. Multiple erythematous or yellow brown dry scaly lesion. Dry scaly lesion في الكشور أو في منطقة متقشرة خلينا نقول رف يعني شوية ثخينة sand paper مثل القزاز بال sun exposed areas في منطقة متقشرة من السكن ممكن تكون بها احمرار ممكن تكون yellow brown in color erythematous وش تكون سكيلي متقشرة. هاي الاكتينيك كيراتوسيس. زين هذا كلينيكلي. هاي كلينيكلي ايش اشوف؟ زين مايكروسكوبيكلي ايش اشوف؟ هذا الاكتينيك كيراتوسيس يبدي وين؟ يبدي يصير هنا اكو شنو البيسال لاير. هم البيسال لاير هاي البيسال لاير اللي هي هاي هذن الخلايا هذن يعني شبيهن يصير بيهن تغيرات يصير بيها ديسبليجيا بيصل سيل اتيبي او ديسبليجيا تتغير تبدي يصير بيها. لذلك هاي الاكتينيك كيراتوسيس هي بريمالجننت كونديشن. بريمالجننت يعني بعدها ما صايره مالجننت ممكن تتحول الى مالجننسي. ممكن تتحول الاكتينيك كيراتوسيس الى سكويمس سيل كارسينوما. ممكن الاكتينيك كيراتوسيس تتحول الى سكويمس سيل كارسينوما. ليش؟ لان اكو ديسبليجيا بدت تغيرات بالبيصل لاير هايبربليجيا وهايبركيراتوسيس. الكيراتين برودكشن يزداد. هذا اللي تشوفوه هذا الكيراتين بالسيرفس يزداد الكيراتين برودكشن. وديرمال سولر إلاستوسيس الديرم بها هنا هذا هنا هاي الطبقة من الديرم بها إلاستين إلاستوسيس إلاستوس كله طبعا سولر بتأثير الشمس يعني إشعة الشمس. إذن بدأت الديسبليجيا الهايبربليجيا اللي دا تصير بالبيصل لاير هي بريمالجننت كونديشن بعدها ما صار كانسر. وأي أيضا إش أكو باراكيراتوسيس. هاي السال إحنا عندنا الكيراتين سال الكيراتينوسايت المفروض شنو من توصل للطبقة اللي هي الطبقة اللي هي هاي الطبقة هاي الطبقة السوبرفيشيال هاي يعني هاي السوبرفيشيال لاير الستراتوم يسموها ستراتوم كورنيوم بالسكن الطبقة المتقرنة بالسكن اللي تكون لي فوق السوبرفيشيال هي طبقة متقرنة يعني الخلايا ميتة حتى ما بها نيوكليوس المفروض ميتة. بس هنا بالاكتينيك كيراتوسيس لا تلقى بسبب الديسبليجيا اللي تصير تلقى ممكن بعض الخلايا بها نيوكليوس. فإذا تشوفون هاي الصورة هاي عليها اسهم سودي هاي اكو نيوكلياي داخل الكيراتينوسايت. شو يسموه هذا باراكيراتوسيس. The presence of a nucleated keratinocyte in the stratum corneum. Stratum corneum هي superficial layer of the epiderms اللي هي المفروض normally ماكو اي nucleated keratinocyte المفروض بدون النيوكليوس هي خلايا ميتة وفقدت النواة مالتها بس بسبب الديسبليجيا والتغيرات اللي صارت اكو nucleated keratinocyte. يعني صار incomplete maturation of the epidermal keratinocyte ما صار بيها نضوج كافي بحيث ما فقدت النواة مالتها وبقت محتفظة بنواتها وهاي حالة غير طبيعية لأن يعني المفروض تفقد نواتها الكيراتينوسايت. إذن actinic keratosis هي pre-malignant condition نتيجة للتعرض لأشعة الشمس. راح نشوف clinically بالعين المجردة مثل المناطق المتقشرة بالسكن وتشبه الزجاج. اما اشوفها مايكروسكوبيكلي فاشوف البيصل لاير بيها ديسبليجيا بيها هايبربليجيا بيها الاستوسيس بالديرمال لاير والقى باراكيراتوسيس يعني اكو نيوكلياي بالكيراتينوسايت اللي موجوده بالستراتوم كورنيوم لاير. هاي خلصت ذني ثلاث صور. اذا اجن هي اكتينيك كيراتوسيس ولازم تعرفون ذني يعني الفيتشرز اللي حكيناهم. هاي الصوره شنو هي؟ هاي الصورة اتذكركم بإذا قارين اللانج كانسر
السكويما السال كارسينوما اللي تكون باللنج هاي تشبهها تصير بالسكن. بس شنو هنا وول ديفرنشي طبعا تكون وول ديفرنشيتد سكويما السال كارسينوما. إذن هاي إذا أجت الصورة هي وول ديفرنشيتد سكويما السال كارسينوما. شلون عرفناها؟ ليش؟ لأن صار همين على شكل سيست، هذا السيست إذا تشوفوا وشنو ويا كيراتين برودكشن، هذا سيست هذا سيست with كيراتين برودكشن، هذا همين سيست اللي فوق صاير with كيراتين. تقول صار الخلايا على شكل nest of squamous cancer cell with كيراتين. إذن هاي الأعشاش أو هاي السيست أو الأعشاش من الخلايا السكويمس بيها هذا بالنص أكو كيراتين اللي يكون لونه pink in color كيراتين برودكشن. وبنفس الوقت هي الخلايا هم بيها pink cytoplasm distinct cell borders borders و intercellular bridges. إذا قارين اللنج كانسر راح أشوف إنه بالضبط نفس الفيتشرز، سايتوبلازم مال الخلايا يكون pink، البوردرز مالتها كلش واضحة وبيناتهم connection الخلايا اللي تكون داخل هذا النست. عفوا زين، هاي الخلايا اللي تكون هذا النست، هاي الخلية مثلا، هاي الخلية شوف distinct cell border منفصلات، هاي الخلية إذا تلاحظون يعني distinct cell borders وبيناتن intercellular bridges وفيتشرز اوف malignancy لان هي هاي كانسر. شنو هي الفيتشرز اوف malignancy اللي المفروض كنا نعرفها؟ البليومورفيزم، تشوفون الخلايا باشكال مختلفه بليومورفيزم، النيوكليير هايبر كروميجيا، النيوكليير تشوفوها داكنه بسبب الصبغه هايبر كروميجيا، الان الى سي ريشيو زايد يعني النيوكليس الى السيتوبلازم الريشيو زايد يعني النيوكليس كبرانه مقارنه بالسيتوبلازم، وايضا abnormal mitotic activity يعني شنو انقسامات غير اعتياديه نشوفها بالخلايا، يعني الخلايا abnormal. ليش؟ لان هي كانسر. هاي كلش مهمه squamous cell carcinoma هاي microscopically. اذا اجى clinically بالعين المجرده هذني الاربع صور هي همينه squamous cell carcinoma زين، هذيك microscopically. اذا اجت هاي الصور clinically هذني الصور الاربعه هي همينه squamous cell carcinoma. ايش جاي نشوف؟ هذا جاي نشوف بي هذا الليجن، جاي نشوف انفيزيف ليجن يعني فد ليجن ودي يسوي انفيجن يخترق المناطق المجاورة، نوديولر على شكل نوديول مثل الندبة، وكيراتوتك يعني بيها كيراتين فد ندبة متقرنة، والرغولر الباوندريز مالته مثل ما تلاحظون الرغولر باوندريز، وهاي هي شنو هي الفيتشر مال المالجنسي الرغولر باوندري نير ذا ابر ليب يعني هاي بالقرب من يعني الشفة العليا. إذن هذا فد نوديولار ليجين جاي نشوفه ألسر متقرح ومتقرن وإنفيزيف كلش واضح سكويمس سال كارسينوما. نفس الشيء هذا نفسه بالضبط نفسه هذا نفسه هنا شكو اللي هذا على صايب الإذن هم نوديولار هايبر كيراتوتيك ليجين بالإير بالإذن with early metastasis to a prominent posterior auricular lymph node. تلاحظون هاي اللمف نود هاي البوستيرير اوريكولار يعني البوستيرير اوريكولار يعني خلف الاذن صايره، هاي النود اللمف نود متضخمه انلارجمنت يعني ايش صار ميتاستاسيس يعني هاي الخلايا اكو قسم من عندها انتقلت هنا وصارت انلارجمنت. السكويمس سيل كارسينوما يصير بيها ميتاستاسيس، فجاي تلاحظون هذا البوستيرير اوريكولار لمف نود انلارجمنت، هاي إذا أجد ذني كلهن هي سكويمس سيل كارسينوما. نجي صورة أخرى، إذا أجد هاي أو هاي أو هاي هو شنو الليجن؟ هذا هو بيسال سيل كارسينوما، بيسال سيل كارسينوما. البيسال سيل كارسينوما فد هو مالجننت يكون فقط يسوي لوكال انفيجن ما بي متاستاسيس ريرلي. هذا اللي يفرق البيسال سيل كارسينوما عن السكويمس. السكويمس يصير بيها ميتاستاسيس، البيسال سيل ما يصير مثل من اسمها بيسال يعني تبقى بمنطقه لوكالي، بيسال سيل كارسينوما لوكال ما يصير بيها ميتاستاسيس لوكال انفيجن. يقول لك ايش جاي اشوف؟ This lesion is formed by multiple nodule of basaloid cell infiltrating a fibrotic stroma. احنا مو عندنا هذا هسه، هذا هاي الطبقه اذا تلاحظوها هاي الابيديرمس، هاي الابيديرمس. البيسال لاير اللي هي هاي، هاي البيسال لاير شبيها هم صار بيها مالجنسي، بس هنا مو هي بيسال وقلنا يصير بيها لوكال، تنزل لي جوا الخلايا، تنزل لي جوا هاي البيسال لاير نازله لي جوا، اذا بيسال نازله لي جوا تكون على شكل ملتيبل نوديول
كونت لي هاي البيس اللاير نوديول نوديولز. هذين النوديول اللي دشوفوها اللي هي نوديولز اوبشن بيس لود سيل، يعني خلايا اللي هي القاعديه البيسل تروح للديرمز، اللي قلنا لوكال انفيجن بها البيسل سيل كارسينوما جاي من البيسل لاير. ايش بيها؟ سكان سايتوبلازم هايبر كروماتيك نيوكليار بيرفرال باليسيد وذ كليفتنج فروم ذا ستورما. اذا هسه هذا هاي اول صوره. الصوره الثانيه اللي هي جاي نشوف ان الخلايا ايش بيها متجمع مثل السياج باليسيدنج. شوفوا هذا مثل السياج صايره، هذا اني متجمع الخلايا يعني هيك متجمعه مثل شلون مسويه سياج يسموه باليسيد. وداخل شنو وين موجوده؟ زين وين موجوده؟ بالديرمز. ترى هاي هذا الديرمز طبت من الابيديرمز طبت للديرمز، هذا ديرمز. زين وش بيها الصبغه مالتها؟ هايبر كروميجيا بيها، هايبر كروميجيا. نوت ذا سيميلاريتي اوف ذا ذي سيل تو ذا بيسل سيل اوف ذا نورمال. تشبه النورمال ابيثيليوم. هسه هذا نورمال ابيثيليوم، هذا اللي هو هذا نورمال ابيثيليوم. هاي الخلايا تشبه ذلك، قلنا ما بيها متاستسز لانه بس لوكال انفيجن. زين كلينيكلي ايش اشوف؟ كلينيكلي اللي هي الصورة سي، شلون اشوفها؟ This lesion is prototypical pearly smooth surface papule with telangiectatic visual. هاي كلش واضحة الليجن، يعني شلون اللؤلؤة صايرة pearly متلألئة، خلينا نقول او اي يعني متلألئة وسموث مثل ما تشوفون سموث. وشبيه تشوفون هاي البلود فيزلز اللي هي دايليتد، يسموها يسموها تلنجكتيزيا دايليتد سمول فيزلز. هذا الفيزل، هذني السمول فيزلز دايليتد. شو اسميها؟ تلنجكتيزيا. اذا كلش واضح الكلينيكلي شلون نشوف البيسل سيل كارسينوما بيرلي متلألئه ريد اور براون ان كلر خلينا نقول وسموث سيرفيس وبي هاي الدايليتد بلاد فيزل التلنجكتيتك فيزل. هاي هي البيسل سيل كارسينوما، خلصت. نجي هسه لل هاي اللي هي شنو؟ هاي كلش مهمه الميلانوما. هاي الميلانوما زين اللي هي تشبه الشامه بس مالجننت. شو تكون هاي؟ تكون ليجن لارجر ذان نيفاي، اكبر من الشامه العاديه. و irregularity of the border of a pigmented lesion and variation of color within a pigmented lesion. جين شوف هاي أول شيء هي أكبر من الشامة العادية. شلون نعرف إنه هي هاي ميلانوما اللي هي كانسر وكلش خطر عن إنه هي مو شامة عادية؟ دين شوف شنو أول شيء irregular. الشامة العادية شو تكون؟ regular. هاي irregular إذا تلاحظون irregular boundary وبنفس الوقت أكبر larger و irregularity. وبعد variation of color. الشامة عادة تكون symmetrical، يعني الشامة العادية عادة اللون بيها لون واحد تقريبا. هاي ايش نشوف؟ هذا لون والباقي هذا لون، يعني شوية اكو variation بالcolor مالته. من لذلك هذا هاي كل ساين لازم واحد كل اشخاص يعرفوها. اذا شامة بدت بيها يصير تغيرات، يصير بيها irregularity، يصير بيها تغير باللون مالتها، هاي تخوف، يجوز تحولت الى ميلانوما. وهاي الصورة الثانية نفس الشيء نشوفها irregular والكالر يختلف، هذا اسود هذا احمر هذا اسود، يعني اكو variation irregular ولارج. هاي الميلانوما كلش مهمة. هسه خلاص السكن. نجي هسه بالنسبة لي المسكلوسكيليتال سيستم اللايبوما. هسه اللايبوما سبكوتينس لايبوما. اللايبوما هي هاي اللي هي الكيس الدهني اللي هي كلش في الشيء كمان. جي نشوف انه هي هاي اللايبوما اللي هي سبكوتينس، هذا سكن وهي تحت السكن، فش نسميها؟ سبكوتينس لايبوما. سكن فوق وهي تحت السكن، سبكوتينس لايبوما. جي نشوف the bright yellow color is typical of fat. جي نشوفها انه هي شنو؟ لونها ابيض ساطع، هذا السطوع بيه هو التيبيكال فات تيشو. الفاتي تيشو هيش لونه اصفر وساطع برايت كلر، لانه هي اللايبوما شنو هي؟ بناين كونديشن يعني بناين تيومر، مجرد فات سيل تكبر مو مالجننت. فيقول لك برايت يلو كلر.
تكون لوبيوليتد تشوف انه صار لوبيولز، مجموعه لوبيولز مقسمه الى لوبيول هذا لوبيول هذا لوبيول لوبيوليتد. زين سوفت which is typical of this either lobulated bright yellow color when it comes subcutaneous fat note the small strip of skin denoted by اذا هذا strip of skin هذا فوقه فهي subcutaneous كلش واضحه subcutaneous لايبوما هذا clinically microscopically ايش جاي اشوف fat cell fatty cell الفاتي cell شلون sebaceous ادينوما الفات تكون شنو لونها ابيض vacuol بيها اللي هي شنو هاي الفات cell typical large adipocyte مجرد adipocyte عادية يعني خلايا دهنية عادية لكن large they consist of mature يعني cells mature عادية مو malignant و peripheral nucleus ما بيها بليومورفزم وإنما خلايا طبيعية والنيوكليس مالتها peripheral nucleus ما تبين كلش صغيرة لأنه هي هاي الفائل adipocyte أو تكون اللي هي large vacuole بس النيوكلياي كلش قليلة كلش صغيرة هاي السبكتينس لايبوما الميكزويد لايبوساركوما هاي كلش واضحه شلون ماده جيلاتينيه ميكزويد لايبوساركوما طبعا هاي مالجننت وخطره ميكزويد يعني ميكزويد ليش لانه تشوفون جيلاتينيه شكلها جيلاتيني لايبوساركوما سم اريز ار سوليد اذر ار جيلاتينس يلو كلر لوبيوليتد اذا تشوف انه الليجن هذا جيلاتينس يلو كلر وهم بي لوبيولز ميكزويد لايبوساركوما هاي كلينيكلي مايكروسكوبيكلي جاي يشوف انه الفات سيل شويه تختلف شوف لذلك هاي لايبوساركوما مو مثل اللايبوما هسه هاي اللايبوما هي هاي تيبيكال فاتي سيل تيبيكال اديبوسايت هاي اديبوسايت عاديه هي هاي هي شي تيبيكال بس لارج هنا لا شويه اكو اختلافات انه هناك ما كنا نشوف النيوكلياي تقريبا النيوكليس ما تبين هنا ايش راح نشوف راح نشوف النيوكليس كلش كبيره وواضحه هاي بالميكزويد لايبوساركوما بيها سايند رينج لايبوبلاست هاي الخلايا ما اسميها ماتشور اديبوسايت يسموها لايبوبلاست ليش لانه هي مو ماتشور لان هي هاي الحاله مالجننت فحتى الخلايا ما تكون ناضجه يسموها لايبوبلاست فالنيوكلياي ان كونتراست تو ماتشور فات ماتش لارجر نيوكليا اذا النيوكليا كبيره مثل ما هاي نشوفها وبيها هذا بيها هذا الهيجي هذا المظهر يسموه شنو رينج لايبوبلاس ساينت رينج لايبوبلاس هذا المظهر اللي بيها صاير واكيد الرينج لايبوبلاس بيها فيتشرز اوف مالجنسي بليومورفيزم هايبركروميجيا ان سي ريشيو ابنورمال مايتوتيك فيجر كاي كانسر وبالباك جراوند اكو ميوكويد اكسترا سيلينال الماتريكس هاي الماتريكس اللي بيناتها الماتريكس اللي صار بين الخلايا شبيهه الماتريكس يعني هي مثل ما قلنا هي ميكزويد يعني فد ماده جيلاتينيه مخاطيه خلينا نقول ميوكويد ميو يعني ميوكس ميكزويد ميوكويد اكسترا سيلينال ماتريكس هاي هي الميكزويد لايبوساركوما بيها اللايبوبلاست كلش واضحه اللي هي اماتشور فات سيل يعني مو ماتشور لارج نيوكلياي بيها فيتشرز اوف مالجنم هاي هي اوستيوبوروسيس وين بالفيرتبري بالفقره هاي نورمال وهاي هي شنو هي الفقره اللي صايره على اليمين صار بيها اوستيوبوروسيس وبيها صار كومبريشن فراكتشر حتى يعني الطول مالتها قل قصر الطول اوستيوبوروتيك فيرتبرال بودي اللي هي الرايت هاي shortened by compression fractures قل طولها صار بها يعني قصر ليش لانه هي osteoporosis يسوي الاوستيوبروسيس يعني البون ماس والبون density تقل فحتى خاصه اذا بالفيرتبري بالفقره حتى طول الشخص ممكن يقل compression fracture Note the osteoporotic vertebra has a characteristic loss of horizontal trabeculae and thickened vertical trabeculae. Normal vertebra اللي هي هاي شبيهة بيها trabeculae يعني هاي شلون الشبكة اللي تكون vertical و horizontal. شوف vertical trabeculae وأكو horizontal trabeculae. هاي normal.
اللي صار على اليمنى اذا تشوفون صار باقي بس الفيرتيكال، بس الفيرتيكال باقي زين، بس الهورايزنتال قلت. لذلك اذا تشوفون فراغات، هذا فراغ هذا فراغ، هاي هنا أنا موكو فراغات، ليش؟ لوس اوف هورايزنتال ترابيكولي، وبقت بس الفيرتيكال ترابيكولي. هاي اوستيوبروتيك فيرتبرال بودي كلش واضحه. هذا هم كلش مهم وكاركترستيك اللي هو الباتشد الباجت ديزيز، او الاسم الثاني اوستايتس ديفورمنس. بالديزيز يصيب البون، يصير اكسسيف ريزوربشن للبون، بس بعدين يصير ديس اورجنايزد بون فورميشن. شنو هذا الباجد ديزيز؟ هذا بي اهم في الشيء كلش كاركترستيك وهول مارك ماته، هو انه وجود هذني الخطوط الزرقاء الموزايك. شلون يعني الموزايك؟ يعني هذا خط ازرق، هذني خطوط زرقاء كلش بروميننت وواضحه، يعني لوحه موزايك. اذا شلون اذا سامعين عنها، يعني هاي اللوحات اللي تكون هيك الوان مختلفه وكلش واضحه، بحثوا عن الموزايك وتبين هذني الخطوط الزرقاء prominent. هو هذا الهول مارك مالته، اللي هو شنو؟ prominent cement line within the lamellar bone، اللي يسموه شنو؟ موزايك باتن، او يسموه جكسو بازل. شلون البازل صايره باتن دارك بيربل cement line، ذني الخطوط الزرقاء البنفسجيه كلش واضح. هسه نشوفها بصوره اوضح. الباجد ديزيز هذني هنا، هذا الباجد ديزيز من تشوفون خطوط زرقاء وهيك مخربطه موزايك باتن، هذني هي شنو النهاية؟ الباجيت ديزيز. إذن جكسو بازل أو موزايك باتن اللي هي prominent cement line لونها أزرق أو dark purple. الأوستيومايلايتيس يعني infection يصير بالبون. شو راح نشوف بالinfection؟ نشوف بشغلتين sequestrum وinvolcrum. الصورة A جاي يشوف هذا البون اللي هو necrotic bone، صار بيه necrosis يسموه sequestrum، large fragment of necrotic bone with surrounding fibrosis and inflammation. إذن بالصورة الأولى جاي أشوف، بهاي الصورة A الصورة الأولى جاي أشوف في structure أسميه sequestrum. sequestrum يعني شنو؟ necrosis، necrotic bone. هذا بالنص هو necrotic bone، وش surrounded by شنو؟ inflammation. هاي الأحمر هو inflammation، هذا inflammation inflammation و fibrosis، هذا fibrosis زين. هذا شو يسميه بالاوستيوما من يصير انفكشن؟ يصير نكروسز للبون، يسموه سيكوسترا، نكروتيك بون لارج فراجمنت. الصوره بي نفس الشيء لكن شويه سمول فراجمنت، سيكوسترا بالبي هي سمول فراجمنت اوف نكروتيك بون وذ سرا، هذا شويه سمول مو مثل ذاك، النكروتيك بون سمول زين، وهم سراوندينج فايبروسز زين. بس بعدين شو يصير؟ انفولكرام within the mare space and fulcrum within the mare. الصورة C والصورة D راح يصير تعويض، مو يصير necrosis، يتعوض. هذا new bone sclerotic or new bone formation، هذا new bone formation within the marrow cavity within وهذا هم يعني هنا يعني يعوض البون. هنا نفس الشيء بالنسبة للصورة دي، هو عبارة ال invulcrum يسموه شنو؟ هو ال lesion اللي يعوض البون، مو صار نكروسز، بالانفولكرام يعوض النكروسز اللي صار. هذا هو تيوبركلوس اوستيومايلايتس. التي بي مرض التي بي مو بس يصيب اللنج، ممكن يصيب حتى البون. واحنا نعرف تيوبركلوس شفكر اكو جرانيلوما، جرانيلوما الجرانيلوما ايش يعني شنو؟ اكو مالتي نيوكلييتد جاينت سيل، هاي فيتشرز اوف جرانيلوما. فجاي شوف اذا تلاحظون هاي كلش كاركترستكس واضح، الجاينت سيل اللي هي مالتي نيوكلييتد جاينت سيل وذين ذا بون مالتيبل جرانيلوما فورميشن. هذا هو تي بي اوستيوما وذ شنو؟ كاسييتنج جرانيلوما وديستركشن بون، دي سيل بي ديستركشن. جاي شوف هاي الجاينت سيل كلش واضح الجرانيلوما مالتهم اللي تكونت بسببه هذا تيوبركلوس اوستيومايلايتس. هذا هو اوستيوما هذا فد بناين تيومر يصيب البون زين. شنو هذا الاوستيود اوستيوما؟ ايش نلقي؟ consist of a central nidus composed of bony trabeculae surrounded by a zone of sclerotic bone. The nidus and surrounding bone are sharply demarcated from each other. The osteoid trabeculae are separated. شجين نلقي هنا في التيومر
هذا التيومر بناء التيومر جاي القي بوني ترابيكولي اللي هي مثل الشبكه اللي هي هاي الورديه هاي 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 هي البوني ترابيكولي سنترال سنترال نايدس اوف بوني ترابيكولي هذني اللي هو شنو اللون الوردي هذا الترابيكولي هذا هو السنترال نايدس اوف بوني ترابيكولي سراوندد باي سكليروتيك بون هذا الوردي هذا سكليروتيك بون البون ماتريكس سكليروتيك اذا سنترال نايدس اوف بوني ترابيكولي وسراوندد باي سكليروتيك بون وش يكون شارلي ديماركيتد يعني مفصولات بشكل واضح هذا البردر يفصلهم بشكل كلش واضح اذا السنترال نايدس اوف بوني ترابيكولي شارلي ديماركيتد من السكليروتيك بون زين والترابيكولي الاوستويد ترابيكولي هاي الشبكه بينات ايش نلقى بيها فايبرز فاسكولار كونكتيف نلقى كونكتيف تيشو فاسكولار تيشو بيناتين اكو فيزلز اكو فايبرز تيشو ما بين ذن الترابيكولي هاي هي الاوستيود اوستيوما اللي هي بناين الاوستيوساركوما هاي لا مالجننت هاي مالجننت هنا هم القي ترابيكولي بس شنو راح اشوف اكو فيتشرز اوف مالجننس ايش راح القي القي هاي ترابيكولي اللي هي اللي لونها برايت بينك ان كلر هذا هذني برايت بينك واكو ذني دارك بينك اللي ترابيكولي ذني اللي ترابيكولي وبيناتن ذني اللي بيناتن السيلز ذني السيلز ذني شنو ذني سيلز مالجننت سيل فيتشرز اوف مالجننسي فيقول لك الاوستيود از ديبوزيتد از انستموزنج نتورك اوف ديليكيتد ترابيكولي قلنا مثل الشبكه من ترابيكولي اللي شو تكون اللايت بينك هذا اللايت بينك اللي يكون بس اوستيود بدون ماينرالز يعني بون بدون ماينرالز لذلك يكون لايت بينك بدون كالسيوم بدون فوسفات يكون لايت بينما اكو اوستيود يكون ماينرالايزد يعني بي ماينرالز فيكون دارك بينك هذا الدارك بينك هذين الدارك بينك بيها ماينرالز بيها كالسيوم هذا الاوستيود والسبيس بيناتن شنو تيومر سيل مالجننس سيلز واللي هي فيتشرز اوف مالجننسي اللي هي هايبر كروميجيا انكريز مايتوتيك اكتيفيتي هاي هي الاوستيوساركوما كلش واضح الاوستيوكوندروما او الاكزوستوسيس هو عباره عن تيومر الغلاف مالته كارتليج والكور مات بون الغلاف اللي يغطيه من الخارج كارتليج كابد ببيريكوندريوم يعني كارتليج بيريكوندريوم الغلاف مال الكارتليج وبالداخل شاكو اندوكوندرال اوسيفيكيشن يعني بالخارج اكو كارتليج وبالداخل شنو اندوكوندرال اوسيفيكيشن يعني تعظم اكو عظم للخارج اللي هو هذا الكارتليج هذا الكارتليج اللي يغطي وللداخل شاكو بون بوني تشيو اللي يشبه لك الجروث بليت اللي موجوده بالبون اللي هي عباره عن كارتلج هاي هي الاوستيوكوندروما اور اكزوستوسيس اوستيوكوندروما اور اكزوستوسيس بس اخواني يعني ذني خاصه البون يعني يفضل ان تكونوا قارين النظري صراحه تتفهمون ذني شلون دي يصير نخاف حتى ربط ويا النظري يعني مو بس تقرون العمل الكوندروما الكوندروما هم يعني بناين تيومر شلون ذيكي زين بناين هاي هم بناين الاوستيوكوندروما بناين يتكون من بس كارتليج هاي كوندروما كوندروما يعني كارتليج بس كارتليج زين هاي تكون يم الاصابع عاده هيك فد تيومر صغير يم الاصابع بناين بناين تيومر اوف ماتشور هايلين كارت اذا هايلين كارتليج هذا هو هايلين كارتليج ماتشور كوندروسايت الخلايا لاين لاكني اند هاف سمول راوند ريجولار هاي الكوندروسايت الخلايا مال الكارتليج كوندروسايت ماتشور ما بي لان هي بنان كونديشن تكون على داخل اللاكني داخل هاي يعني السبيس يسموه لاكني اللي يتجمع به الكوندروسايت راوند ريجولار نيوكلياي تكون لو سنجل لو وحدها الخلايا لو متجمعه يعني متجمعه اكثر من خليه متجمعه ممكن اكثر من خليه متجمعه او لا وحده وحده سنجلي اور كلاستر تجمع وهذا الماتريكس البلو ماتريكس هذا ماتريكس هذا ماتريكس ما هذا بلو ميكزويد هم يعني ميوكس يعني ميكزويد ماتريكس هاي الجاينت سيل تيومر الجاينت سيل تيومر اللي هي عبارة عن دائما هاي يجي وياها كلمة سوب بابل يعني شون فقاعات الصابون سوب بابل
هاي حفظوا هاي يعني معلومة من نظري. خاف تجي كيس شي سو بابل دائما هي جاين سوليد هيومر مثل فقاعات الصابون. مين متكونها؟ هاي إلها اسم ثاني يسموها أوستيو كلاستوما. ليش؟ لأنه إذا تشوفون ذني جاينت سال، هاي جاينت سال، هاي جاينت سال، هاي تشبه الأوستيوكلاست، أوستيوكلاست، لذلك يسموها أوستيوكلاستوما. نيومرس مولتي نيوكليتد جاينت سال اللي هن ذني أشرناهن، سكاترد إن باقي راوند أوف يونيفورم مون نيوكليير سالز. الباقي راوند ذني الخلايا الباقية اللي هن الصغار مون نيوكليير، خلايا أحادية النواة يونيفورم مون نيوكليير سالز. يقول لك الجاينت سيل ار بيليف تو ارايز فروم ذا فيوجن اوف ذس مونين. ذني الخلايا هاي 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 تتحز ايش تطيني؟ تطيني الجاينت سيل، هاي الجاينت سيل اوستيوكلاستوما سوب بابل، هاي هي الجاينت سيل تيومر. نجي اخر شيء هسه الاوينج ساركوما. الاوينج ساركوما هاي الها فد هم يعني بالنظري اونين سكن ابييرنس، اونين سكن ابييرنس، هاي بالاكس راي تبين onion skin بالإكس راي ewing onion skin. هاي الewing sarcoma وين الصيب؟ هاي تكون بالميدلاري كافيتي، داخل الكافيتي أو البون مارو كافيتي. مين تتكون؟ إذا تلاحظون إنه مايكروسكوبيكلي تتكون من خلايا تشبه الليمفوسايت. شلون الخلايا الليمفية؟ هاي الخلايا sheet of small uniform خلايا متشابهة scan cytoplasm round nucleoli وsmall round nuclei small nuclei. إذا الخلايا uniform متشابهة small تشبه الليمفوسايت microscopically. clinically شلون أشوفها؟ داخل الكافيتي شوف هسه هاي المارو كافيتي هو صاير هنا هذا التيومر، هذا التيومر داخل الكافيتي. ill defined tumor يعني irregular tumor داخل الميدلاري كافيتي with cortical thickening. تشوفون الكورتكس هاي بيها thickening، ليش؟ يضغط عليها صار cortical thickening، هنا cortical thickening. زين هذا هو الـ Ewing sarcoma اللي هنا تخلص بالتوفيق.